فكرة مجدك ذهب مشغول. انت امبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول. زغرت الفرحة زغرت السكرة مجدك ذهب مشغول. انت امبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول. حدودك من هالعالم ابعد رح نبقى العمر سوي روبير فرنجي. زغرت الفرحة زغرت السكرة مجدك ذهب مشغول. انت امبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول. مرحبا واهلا وسهلا فيكم على الحلقة رقم 5 من برنامج صغارتا امبارح بكرة على صغارتا تشانل بالموسم الثاني. الفقرة الأولى من الذاكرة. مين منا ما بيحكي عن أمير الناي سركيس باسيم؟ سركيس باسيم وقصبته المشهورة على النهر على النبع على الشاشة بكل المسارح والمطارح بلبنان والعالم العربي. سركيس باسيم أمير الناي اللي ورث اللقب من بعده أمير الناي جوزيف أيوب اللي فارق الحياة الصيف الماضي. جوزيف أيوب بيعطي شهادة حلوة وبيخبر ذكريات عن سركيس باسيم اللي أطل مع الصبوحة بأول نظرة، وابنه روميو باسيم بيخبر عن بيو العازف الأمير الشهير. إذن شهادي من جوزيف أيوب بسركيس باسيم ومن ابنه روميو. من زغرتي بحبها الآلة. ليش؟ لأني عندي مسبب كان صديق الله يرحمه ابن صغرتا ابن اهدن وصغرتا المرحوم سركيس باسيم. ولذلك انا هويت الناي لان كانوا بسركيس باسيم المرافق الحلو للصبوحة. كان مرافق صباح والاغاني الحلوة القديمة ابو الزلف. وانا هويت القصب محبتي بالمرحوم سركيس باسيم وصرت نجر هالقصبه وحتى ما حدا علمني. يا ريت علمني. اي سنه تعرفت بباسيم؟ بال 39 40 بهالايام. ها كنت ولد صغير انا وكان يزورنا على البيت وصديق كتير ضم ل 43 اظن توفى حرام بالحرب هالايام. انا كنت اهتم واحبه لانه كانت نكته طبيعيه كتير. حتى في له مشهد مع المرحوم حسن فاي الممثل العتيق القديم. نعم. قال له من هون للصغار تفشختين. قال له طيب بمصر هداك قبالهم بعد ما ضايق وقعد شي 4-5 ساعات ماشي لوصلوا. قال له هاي الفشختين. قال له من هون لمصر. قال ليش؟ قال له قديش؟ قال له فشخة واحدة. بالنسبة على خفة دم سركيس هاي الطبيعية كانت الله يرحمه صديق وفي كان فنان عظيم. أنا اسمي روميو سركيس باسيم ابن سركيس باسيم. بدي خبر شوي عن قصة حياة بيي. من وقت اللي كان طفل صغير كان ينزل على المرداشية وياخد معه ناي ويدق ناي. كان في شخص اسمه أبو ريمون زادي كمان كان يدق ناي وكان حنون عن ناي كتير. يشوف بيي الصغير عم بيدق قال له لك يا صغير إذا أنت بتكمل بيطلع منك شي كتير. وبالفعل لما كبير صار أمير الناي وما انكتبت إلا لسركيس باسيم أمير الناي. وقت اللي توفى الله يرحمه ويرحم موتاكم جريدة النهار بتطوج عدوانه بعنوانه بالكلمة بكتير مهمة انكسر الناي اللبناني. بعدين صار يعمل حفلات كتير. مرة ما في محل تقريبا بالدول العربية انه ما نعمل حفلات فيه. مرة كان عنده حفلة بحلب قال لي بحلب يا بي في سماعين بيسمعوا كتير منيح وبيفهموا النوت يعني. قال لي نزلوا فريد الأطرش عن المسرح. طلع تيغني قالوا له احنا ما جايين نسمع صوتك احنا جايين نسمع عودك. اذا بدك عود احنا بنسمعك اذا ما بدك عود تفضل انزل. قال لي نزلوه. قال لي طلعت انا وصرت دقنه. قال لي ما تسمع الا ضعيف. قال لي الا يعني بحلب المسرح حلب بخوف. قال لي ما تسمع الا ضعيف. بالخمسينات تقريبا 53 52 بيجي جلال بيار على لبنان كان بعهد الرئيس كميل شمعون عمل له حفله بنهر ابراهيم ودوا ورا سركيس. كان سركيس باسيم مشهور يعني. صار يدق دقلم بالتركي. امر جلال بيار والحاشيه التركيه صار ترقص. عيط له الرئيس شمعون قال له يا باسيم فرجيني اخذ الناي منه. صار يطلع فيه قال له شو هالسحر اللي فيه. قال له يا فخامة الرئيس السحر هون مش السحر. دلوا على صدره السحر هون مش السحر بالقصبة.
صار يرقص جلال بيار والحاشي تبعه. كمان نجيب حنكش كان يعمل حفلات اول ما يودي ورا سركيس بسيم وغني وطلع وقت غنيت اعطيني الناية وغني اللي بتغنيها فيروز لانه كان قد ما يحب سركيس بسيم. وكان الشحرور كتير مولع بإهدين وبصغرته ويحب سركيس بسيم ويحب انه يجي من بيروت تيسمع هون بيقول لنا إهدين شبانك بتميس نورك زايد ما بيخيس صوت سلمى وقصبة سركيس من ما بيعلق بغرامك. بعد مرة بيجي الشحرور كان مريض بالقرحة وبيجي على المرداشية بقعد بورامون موجود بورامون كان كمان يدق ناي حنون كتير عن ناي الله يرحمه. قال له ودوا لي ورا سركيس بسيم وقولوا له ينزل على اللحو الشحرور تحت وينزل الفرد معه الفرد تبعه كان القصبي يعني. قال له بي يلا أنا نزل حط القصبي بيزد نوره ونزل على المرداشية صار نفخة من بورامون نفخة من بيه تسكر الشحرور وكان مريض بأثناء بالإرحة. طلع بأبو ريمون قال له يا أبو ريمون أنا مجروح والطب عاجز عن شفا جراحي موجود بصدرك روح كروح والدهر اسمي بيده ماحي لو صرت عفراش الضنا مطروح ومن العمر انطفى مصباحي دخيل الله صوب نعشي روح ولو مسمروا أربع الواحي حمال نايك بيديك ونوح نوح علي بتسمع صداحي من نفختك بترد لي الروح وعصابيعك بشبك جناحي. تفت البي قال له باسيم غير محبتك مالي غرض عيرني نايك بهالرود الفسيح نغمته بتشفي العليل من المرض وعشدوها بيمشي المخلع والكسيح جوهرك صادق صحيح ما هو عرض في زماني ما حكيت إلا الصحيح بعد القديم لو كنت تحزب الفرد محتاج ألي عازر إلى صوت المسيح كان من تحت السرى قام ونهض لو صوت نايك رن من فوق الضريح. رجع ختمه بيقول كل من بتنزك روحه بتعمل كل جروحه نفخة قصبي من صغرتها على القبر بترجع روحه. كانت صباح جنات فغالي اسمها الأساسي بإهدن الصيب بإهدن تعرفت عبيي وبيي تعرف عليا صرت تعمل حفلات وياه ومشيها طلقة صرت تعمل حفلات وياه وتمثل وياها فيلم أول نظرة ومصورين في له مقطع مصورينه بجنينة محسن شلهوب بإهدن مصورين هونيك وقت اللي غنت صباح تفاحي وعنب وبرقوتي ما وقتها غنت هيدي بإهدين وروح وقتها بي كمان مع مصر قالوا له بسركيس بمصر في متعلمين أكثر منك بس بنفقة صدرك بالشرق كله ما فيه وهي الحقيقة وبالفعل وبلشت صباح ولكن بي ما كان يحب إلا صغرتي. اشتغل بالإذاعة ببيروت عدة سنوات ولكن يقول لنا أنا صغرتها بحب وحليت صغرتها بدي أرجع صغرتها ما كان يحب إلا صغرتها ونشكر الله كان صغرتها وأصيل كان محب يقولنا يا بي العائل اللي بيكتر أصحابه والجاهل اللي بيكتر أعدائه حبوا كل الناس خلوا ساكن يكون دافع أنا صار عمري 60 سنة ما يوم حدا زعل مني بأبريك كن أنتوا تكونوا هيك كمان ما تخلوا حدا يزعل منكم. كمان شحرور الوادي بيقول له هالبيت الصغير بيقول القصبي لما بتضرب مرش فيها الناس بيحتفلوا بترقص الله على العرش وجبرائيل بيزقف له. بقى هذا سركيس بسيم أمير الناي والله يرحم موتاكم ويطول عمركم ويبارككم وأنا بشكركم لأنه أنتوا عم تساعدونا كتير عم ترجعوا تحيوا ذكرى وإن شاء الله أنا ما بكي فيكن إلا بالفرح. الفقرة الثانية هنا إهدن عن إهدن أحلى القصائد الشاعر والأديب وأستاذ اللغة والخط العربي والسيناريست والإذاعي أنطانيوس أبو ملحم بن بلدة عمار العزيزي هو أيضا كاتب المسرحية طبعا كتب أكثر من مسرحية وأكثر من برنامج إذاعي بيحضرني منهم أستاذ وقواعد صباح الخير إبر وعبر عبر إذاعة إهدن والمسلسل التاريخي يوسف بيك كرم سنة 1988 من 13 حلقة من إصداراته أنت الريح ونحن النار خيمة ريح بخط إيده غمرني
زخة شمس وتاريخ عائلة أبو ملحم وعائلة أبو شاهين. وضع مسرحيات عديدة مثل صقر بقوفة وضيعة المردان مع الأستاذ بطرس بطرس وترانيم دينية لأكثر من قديس وقديسي. لانطانيوس أبو ملحم الشاعر والأديب أكثر من قصيدة عن إهدن. شفت القمر راكع عم يصلي، زاحت عتلي مكبش بتلي، سألته شو باك ملبك وحيران، اتبسم مع شوية تعب قال لي بعرف أنا أني بسما لبنان، المنها أكيد بتصعب الفلي تحت التلال مفرخة صلبان، وشوح وأرز وكنايس مطلي، قال لي اللي أنا بأي جرد الآن، ما بقى فيي غير محلي، نعسان هون مدنق وبردان، وهوني غصب عني وقع ظلي، وعلق براس الدلب على الميدان، وعن نبع راح الصبح تيملي، وراجع معه حكاية عن الرهبان، العاشوا الغنى بنعمة القلي، شو هدني انتو بصدى الوديان، سامع حدا صوته السما متلي، بدو ما ابقى على الارض عشقان، وبدو سبايك نور مخلي، قال لي بكفي اهدن من زمان، الله خلقها فوق عم ظلي، والتفت حوله القمر تكان يطلع، غفي وعسن اهد النام ما عاد عنده دروب تيعلي. اهدن السيف والقلم، اهدن السيف بايد وبايد القلم، اهدن عرين اسود ورجال الهمم، بالبطرك القديس وصلت عالسما وفتحت بواب المجد بيوسف كرم، شعبة حكي التاريخ للمرد انتمى، ربى البطولة وعلم ملوك الأمم، ينادي الوطن عالسيف ما بتغلى دمى، فيها كفوف الخير عنوان الكرم، المين ومكانت مرجع وكانت حمى، فيها صباح الخير بلسم للألم، فيها السحر كتف جناحه وارتمى، بمويتة بفيتة وفيها انغرم، فيها نسيم الصبح راكد للعمى، حامل عكتفه سقعت تلوج القمم، تشرين بس يكون بده يغيمة، بيعزف عحورة والدلب أحلى نغم، والشمس لما الليل بده يعتمها عالغيم، وجه بينطبع وبينرسم، وكل ما عطر بخور أرزى يبسمها، بيطلع حدا من رجالها بحجم الوطن، زنود الكرامة بترفعه مثل العلم. بفقرة هويته من القضاء عودة إلى بلدة أصنون الزغرتاوية، هالبلدة اللي تعود جذور المخرج الفرنسي كارلوس شاهين لألا، إلى بلدة أصنون الزغرتاوية اللي طلعت أكثر من شاعر وأديب وفنان وأعلامي. قال بحوار إذاعي معنا المخرج الفرنسي كارلوس شاهين عبر صوت الغد: أنا تركت ضيعتي بعمر صغير وهجرت إلى فرنسا، لكني بتردد دايما لضيعتي كل ما سمحت لي الفرصة، وكل ما زرت الوطن، وكل ما قدمت على مسارح لبنان مسرحية من كتابتي أو من إخراجي. من تواقيع شاهين بلبنان مسرحيات عديدة، منهم وهم، بستان الكرز، مجزرة، كيف كان العشاء، وطبعا بالأفلام الطريق إلى الشمال وابن الأمرجي. منشوف فيديو لكارلوس شاهين عم يحكي عن فيلم ابن الأمرجي، ومن ضيعة أصنون أحد أبناء أصنون بيحكي عن جذور كارلوس الأصنونية. مرحبا، أنا كارلوس شاهين، مخرج فيلم The Gambler Son. هيدا تالت فيلم من ثلاثية عن العائلة، الرابط بين هالثلاث أفلام هو الماضي والهجرة.
أول فيلم بيحكي عن العلاقة مع الأب، الطريق إلى الشمال. تاني فيلم عن الأم تشيخوف في بيروت، وهيدا الفيلم اللي رح تشوفوه عن الولد. بدي أتشكر كتير إليا فيلم فيستيفال لأنكم حبيتوا فيلمي وقررتوا تعرضوه، وشرف كتير كبير لإلي إنه تشوفوا فيلمي بالقدس وبفلسطين. مرسي لإلكم وإن شاء الله تحبوا الفيلم. بفقرة صدى إهدن والقضاء، فيلم عرض على شاشة الال بي سي وقريبا جدا عبر صغارة تشانل عن الشاعر يونس الابن، ابن بلدة مزيارة بالغنية اللبنانية. أغاني يونس كاتبها، لوحات الله رسمها، من إخراج الياس عبود ابن بلدة كرم سدي، ومن إعدادنا وتقديمنا فيه. بيحكي عدد كبير من الفنانين والنجوم والمطربين عن الأغنيات اللي قدمهم يونس الابن للمكتبة الغنائية، مثل صباح ودع الصافي ونجاح سلام ودنيا ودورا بندلي وعزار حبيب وكارل أس وغير نكتار. لأنه مش قادرين نشوف الفيلم كله، بعد مقتطفات من فيلم أغاني يونس كتبها. أبانا 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 الذي في السماء، يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من غفوة الوديان لصحوة روابينا. تشرنا جوزنا وتحجرنا وكنا نتأمر عنا صارت حرمي تأمرنا. يا مسبحة يا مسبحة أهاتي قلبي جاي الموسيقى. يا سلام عنا شعر ليل نهار جارة حكيت للجارة عني وعنك تعبوا نسوان الحارة مني ومنك. تشوف تشوف بالحب الحلو حالة عالصخور انبنى لبنان يا خي عالصخور انبنى لبنان يا خي. وإلى فقرة ضيف صغار امبارح بكرة، وضيف المخرج البروفيسور طلال الدرجاني. وصولا الى الفقره الاخيره من برنامج صغارتها امبارح بكره، اللي هي ضيف او غلاف هالمجازين الثقافي الفني. ضيف اليوم مخرج بعيد عن عالم الضوء والضوضاء، باحث، استاذ جامعي عاشق للمسرح، استاذ برتبه بروفيسور بملاك الجامعه اللبنانيه وبجامعات عالميه متعدده. كيف بده يتشعب الحوار اليوم بين الكتابه، بين الاخراج، بين الأبحاث، بين التأريخ، ما بعرف. مؤسس ورئيس الجمعية الفنية ثقافية المسرح الآخر، أعماله عديدة بتحكي عنه بدون ما نحن نعمل نعدد مزاياه ونعمل نبذة على طريقة الرقيم البطريركي. أعماله اليوم هي بتحكي عنه وهي بتضوي على مسيرته المضيئة في المسرح، في الأكاديمية، باجتهاداته الثقافية. طلال درجاني من رشعين إلى العالم، كرج دفق مثل نبع رشعين. اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج صغارتنا امبارح بكره. شكرا استاذ روبير، انا سعيد جدا فيك. انا سعيد بمسيرتك المضيئه، وكل مره بقول قديش نحن بصغارتها، انا بقول صغارتها يعني القضاء، صغارتها الزاويه، قديش مقصرين بتسليط الضوء على هذه الاسماء المضيئه. يعني نحن نطلع من برا المنطقه بنقول نحن من بلد يوسف بك كرم البطريرك المكرم قصفين دويه،
بس فينا نقول نحن كمان نحن من صغرتا طلال الدرجاني، يعقوب الشدراوي، هذه الأسماء المضيئة، وبكل مجال نحن من بلد صليبة دويهي في الريشي، بكل مطرح في عنا قافل كبير من الأدباء اليوم اللي عم ياخذوا مطارح بالعالمية. بيزعجك شوي أنه طلال الدرجاني اللي دايما كان يفتش عن المشاهد والقارئ النخبوي ما كتير فات بنفق الشعبية والشعبوية، أنه في ناس ما بيعرفوك أنك من صغرت أول شيء وما بيعرفوك بهالأهمية؟ لا لا لا، ما بيزعجني، ما بيزعجني استاذ، لسبب بسيط، أنه أنا هاي منطقتي وأنا بحبها، مهم أنا أحب، مهم أنا أبحث عن اللي أنا بحبه، مهم أنا أقدم لمنطقتي، المهم أنا أحس بهذا الإحساس، طفولتي اللي بحبها برشعين وبنبع رشعين اللي أنا تمت كل دراستي يعني السنوية، كنت أعمل الروتريت على نبع رشعين. أنا ما في عمل مسرحي بيمرق عندي ما في مي، بالأخير اكتشفت أنه أنا ابن المي، وهي بتعطي طريوي لأعمالك إذا أي المي. بتعطي المي حياة كلها حياة، وأنا فجأة هيك بس أعمل سرد للأعمال بيطلع أنه كل عمل حتى كل مشهد بالجامعة في مي، ما كنت أعرف ليه. فجأة هيك تذكرت أنه إيه، أنا ابن نبع رشعين وأنا فخور في المنطقة. يعني صغرتها بحبها كتير، بدي هي تحبني. رح نحكي عن هالموضوع، لأن هيدا إذا بدك ما بدي أقول شعار يعني حقاوي ليزيا أو اعتراف حقاوي ليزيا، رح نحكي عنها، رح أفصلها. بس خليني أقول أنت من رشعين يعني إلى مدرسة الطليان طرابلس. صحيح. هونيك كان يحكي النقيب الممثل الراحل شرب النعيمي، تحية لروحك، إلى ثانوية صغرتا. صحيح. درست فيها. أكيد أنا خريج ثانوية صغرتا الثانوية على أيام مديرة كتير محترمة سوزان المعيني. الأديبة اللي من حيليها. الأديبة رائعة. وصفتنا كلمة. وأنا في شيء عندها كنت بالثانوية اكتب شعر، كنت معتبر حالي شاعر وانا ما لي علاقه يعني، وعملنا امسيات شعريه وكنت تبقى اسيتستي وسوزان البعيني قاعدين بالصف الامامي بالحضور. ايه وافتكر حالي انا يعني شيء شاعر. ايه مردت على هذه التجارب؟ اي انا مني شاعر. بعثرتهم؟ مش موجودين بقى بارشيف؟ موجودين موجودين بجوار. بلا موجودين موجودين بس للنشر ذات يوم؟ لا 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 اكيد لا استاذ روبير، مني شاعر، ماني شاعر ولا شواعر في تلك المرحلة. لا لا لا، انا بحاول اكون مخرج. انت طلال اللي بيصر له يكون طلال الدرجاني المخرج والبروفيسور بالجامعة، يعني اكيد ما رح يبحث على شاعر يعني قد يكون هاوي او شاعر صاعد او شاعر واعد. طلال الدرجاني كمان يعني في بداية إذاعة لبنان الحر الموحد من اهدن كان لك يعني أكيد بصمة. بس انا والصديق العزيز جورج يمين كمان تحيه كتير كبيره لجورج يمين، مع منتورة اسكندر التحيه الكبيره اللي هلا تفاجأت، اللي انت عملت لي مفاجاه بحدث غير منتظر بالدراما. نعم. يلي حدث الغير منتظر بمفهوم الدراما استاذ روبير بيقلب المقاييس، يعني الخط بيقلبه بيغيره. نعم. وعملت لي ارباك صراحه انت هلا، ارباك بين فرحتي بمنتورة وكيف بدي اتعاطى بمفهوم التحليل الدرامي انا وياك هلا. وبايه منتوره كثير غالي علي، ومنتوره رائعه. تحيه لها. طلال الدرجاني، مش ما نبقى بالمطرح المحلي، يعني انت ويعقوب الشدراوي الليل اللي بيعرفوا يمكن المشاهدين تقاطعتوا بكثير من الامور، يعني صداقه كبيره، جلسات يعني نشهد كتار بيشهدوا انه قد ما بتثني انت على يعني اذا بدك على ابداع وجنون يعقوب الشدراوي، قد ما يعقوب الشدراوي كان لما يحضرك الممثلين كانوا ينقلوا عنه قديش، وكان كمان ماخوذ بمسرحك وباعمالك انت ويعقوب. شو بتحكي عن يعني هالصغرتاويين المبدعين من صغرتها لبيروت؟ شوف استاذ يعقوب، أنا ويانا خريجين نفس المعهد بموسكو الجيتس، يلي هو أهم معهد بالعالم على الإطلاق، يعني المعهد اللي اشتغل فيه ستانيسلافسكي، ميرخول، دانشينكا، بابوف، لابانوف، غانشيروف، أسماء عالمية، ما مش هي أسماء سوفيتية أو روسية، هي أسماء عالمية وأسست مدارس بالعالم كله. أنا ويعقوب نفس هذا الخريجين نفس هذا المعهد.
وانا كنت اعرف استاذ يعقوب يلي هو افرست، وهو بيعرف استاذي يلي كان رئيس قسم الاخراج وكان الاول بالاتحاد السوفيتي بالاخراج اندري غانشيروف، وكان الثالث بالعالم من اول ثلاثه بالعالم. يعقوب كنا وقت نحكي انا ويعقوب نفهم على بعضنا بمفهوم التحليل، اذا مفهوم الكاتب، مفهوم الشخصيه، مفهوم الممثل، اعداده. وخليني يكون معلش يمكن قلال يلي بيفهموا هاي اللعبه عندنا، لانه نحن بحاجه كتير كبيره للغه اكاديميه جامعيه حقيقيه ليقدروا يفوتوا باللغه العلميه الفنيه، او بيصير الحديث كتير مبسط وسطحي. يعقوب كان يتقن يعقوب اذا قري نص مفاتيحه بيعرف وينيه، اذا شاف عرض بيعرف هذا العرض متكامل او غير متكامل أو ناقص. والتكامل وين بيكون والثغرات وين بتكون. كان يعني بيعرف اذا نحن بنحط موسيقى، اذا ميزانسين حركه بسيطه، بيعرف اهداف الحركه. ماذا كان يقول عن مسرح طلال الدرجاني لما كان يحضر العروض الاولى بكل تواضع؟ ما لي عين لك صراحه، ما تحتفظ بالكلام لنفسك. خلينا نقول اليوم يعقوب بدنيا تاني. يعقوب كان يقول انا مفتاح الاخراج اذا كان معي بسلمك اياه. سمع من كثير من الممثلين حبيت يعني كان يقول مرات لما كان يحضر، بمعنى انه هذا المخرج بين مزدوجين هو خليفة يعقوب الشدراوي. اي صحيح كان يعني يقول بهالاطار. نعم. لنروح من الزغرتاوية للعالمية، بركي المفتاح هو مي زيادي، لانه انت بتعرف انه مي زيادي في رسائل متبادلة. نعم. كشف عنا أنطوان الكوال كأمر. نعم. قام بيقول أنه مي زيادي هي من أهدن، وفي رسائل عثر على رسالة مغمورة. أوكي. نزحت طبعا إلى شحتول عائلتها. نعم. بتقول فيها لجبران: اليوم أدركت معنى الخصام بيننا، أنت من بشري وأنا من أهدن بشفاعة المرسر كيسين. أوكي. بشري وأهدن. أوكي. وأنت اشتغلت على مسرحة مي زيادي. نعم. أين هو النص؟ لم يفرج عنه، لماذا لم يبصر النور، متى سيبصر، إلى متى ترجئ مي زيادي طلال الدرجاني؟ مي زيادي عمل رائع جدا للروائي الدكتور وسيني الأعرج، هذا اسم غني عن التعريف. معروف. الروائي وسيني الأعرج الصديق العزيز. ومي زيادي أنا كنت مبلش فيه من قبل الكورونا الحقيقة. وكل ترتيباته جاهزة، وأول ما تسمح الظروف الكورونية إذا بدك لح ننفذ شغلتين: خليل الكافر لجبران خليل جبران 100%، ومي زيادة مع فادي إبراهيم. أكيد يعني نحكي عن نعم. فادي إبراهيم الصديق هلأ نحكي عن هيك ومي زيادة. نعم. وأنا حاولت أعمل هيدا الترابط لأول مرة، عم خوض تجربة اثنين تمارين باراليل على بعض ومتساويين، وهذا صعب كتير ولا مرة عملتها. بس الفضاء المشترك هي مي زيادي جبران خليل جبران. جبران هيدا الفضاء اللي كان هذا العلاقة الثقافية والأدبية والحب. صحيح. بين هالعظيمين والمراسلات اللي هي يعني أدب وحده أدب المراسلة. حاولت أني أعمل هيدي الخط الدرامي، خط الفعل المتصل إذا نعم. بدنا نسميه الخط الفعل المتصل الدرامي بين مي زيادي وبين جبران خليل جبران. ومتعب كتير التركيز على مي زيادي هالمفكرة الكبيرة، ومتعب كتير تجمعها مع الفيلسوف جبران خليل جبران. أنا سعيد بشغلي. مرة قال لي صديق بموسكو، قال لي: أنت من وين طلال؟ قلت له: أنا من صغرتا وضيعة اسمها رشعين. راح يبحث، إجا بعد تاني لقاء قال لي: هلأ عرفت ليش أنت أنا بحبك وليش شغلك يعني معقول. لا معروف. قال لي: أنت شارب من مية جبران خليل مية جبران. مية جبران. حلو كتير هذا الكلام. راح يبحث هذا البحث اللي عمله أستاذ روبير. أنا نعم. بسطني. وراح بيجيب لي كتاب بالمرة الثالثة بالروسي لجبران خليل جبران وبلوحاته. مرجع رائع جدا. رائع جديد. جدا كتير. كانت مفاجأة بالإضافة للمراجع اللي صحيح استندوله. جبران انا يعني خليل الكافر مرقت معي بالجامعه 13 مره.
13 سنة. خليل الكافر ولا كتاب النبي كله؟ أبدا خليل الكافر عم نحكي. أنا ما في فصل كان يمرق معي بالجامعة إلا ما في جبران خليل جبران. جبران خليل جبران. كل سيمستر في جبران خليل جبران. خليل الكافر بالكاستنج هو فادي إبراهيم. من هي من ستكون الأنيسة مايا على المسرح؟ حدا في اسم بالك؟ من ستكون الممثل اللي بتطلع على المسرح؟ شايف حدا؟ أنا خليني أحكي بفادي إبراهيم. إيه؟ بخليل الكافر. أوكي. في أسماء بعد ما غربلناها معلش. في غربال. أي. بس ليش فادي؟ فادي مش فادي اللي بتشوفه أنا على التلفزيون. أبداً أبداً أبداً. ومعلش أنا ما بشوف تيفي. حتى بالمسرح كمان مش فادي يعني على المسارح يعني مع مروان نجار. نادر مش فادي آخر سيكون فادي الجديد. هي بدي حاول أنا مع فادي إني أشوف غير فادي اللي ما بعرفه أنا. على المسرح. على لا على المسرح وعلى التيفي ما بعرفه أنا. مش شايفه. مش شايفه أبدا أبدا. أنا شايف بفادي. مش شايف ولا مش شايف حالك فيه على التلفزيون. مش شايفه أبدا. أبدا. في مرة واحد طلب مني إني أنا شوف له حلقة بمسلسل مش هسميه ما كملت 10 دقايق وغيرت وسكرت صراحة. نعم. هاي مسلسلات اللي بتكتب هاي ما بدنا نفوت بنقاشها. نحن مع الأدب العظيم عنا تاريخ كبير معروف بأسماء لبنانية عظيمة عالمية. هي أعمالك امتازت كيف بتمسرحها عن النص الأدبي رواية وقصة وشعر يعني معروف. أنت أنا كل أعمال اللي عملتها هي روائية وقصصية ولا مرة أخذت عمل نص مسرحي جاهز وعملته. وعملته مارون عبود توفيق سعواد رح نحكي عنه فؤاد كنعان العظيم صحيح جبران خليل جبران يوسف حبشي يوسف حبشي الأشقر أشقر. يعني عندنا أدباء عالميين أستاذ روبير. طيب نرجع لفادي إبراهيم لأنه بقلك ليش فادي إبراهيم ليش فادي إبراهيم هو خليل الكافر على مسرح طلال الدرجاني؟ إذا ما شفته ممثل تلفزيوني مبدع كيف اكتشفت أنه هذا النفس التمثيلي الخارج عن السائد بفادي إبراهيم؟ بالإخراج في شيء كتير مهم بمفهوم التحليل. إذا مخرج ما بيملك تحليل الشخصية هو مش حينجح عرضه نهائيا. وإذا ما بيملك تيبني حول تحليل الشخصية كل الأفعال الدرامية مش حينجح. أنا بتربطني صداقة كبيرة مع فادي إبراهيم. يعني هو صديقي التاني إجا ما بعد صديقي الأول أنطوان كرباج العظيم. من حيي. من حيي كتير لأنطوان كرباج. رح نحكي عنه بس بدنا نكمل. فادي بعرف تفاصيله اليومية. ابنيت على علاقتي الإنسانية مع فادي أني ممكن ابني ممثل بخليل الكافر من خلال وهي الأهم برأيي من أنك تشوفه على خشبة أو أنك تشوفه على شاشة للممثل. هاي التفاصيل اليومية هي كتير مهمة كيف ترجع تعمل إعادة بناء وبتغير وبتجر هذا الفنان الممثل إلى الشخصية من ناحية الرؤية الإخراجية اللي أنت بنيها من خلال جبران خليل جبران العظيم وخليل الكافر. وفادي إبراهيم سعيد بهالتجربة اللي خبرك يعني بقينا أنا وياه من بيروت إلى زحلي بمشوار ذات ليلة صيف كنا طالعين بده يكرمنا أقليم كاريتاس زحلي. بقينا كل الطريق عم بيخبرني عن الخليل الكافر والمسرحي طلال الدرجاني وعطيني كارت دعوي ل كان شيء بده يصير نشاط ثقافي ببشري. نعم. حول خليل الكافر كان ندوي ندوي مية ندوي مية. ندوي قام فيها متحف جبران العالمي ندوي عن خليل الكافر فادي إبراهيم وأنا. نعم. خليل الكافر نص عالمي وهذا النص مبني على رؤية إخراجية جديدة تماماً وبسينوغرافيا بحبها كتير. هي كناية عن موقد بتعرف ببشري منطقة الأرز محل جبران خليل جبران أحداثها بتدور بالتلج وهني هذا خليل الكافر الراهب بيلاقوه مكبوب بالتلج وبيجيبوه على كوخ وفي موقدة القديمة اللي معمولة بتيدفى. أنا بحول الموقدة إلى مبخرة ضخمة على الشاشة وبتصير تتحول بلحظة واحدة هيدي النار إلى مبخرة على كل الخشبة. حولته لبخور. بتحول لبخور وبتدلى من المبخرة. تعرف خليل الكافر بعدين بيحطوه هني بالسجن بينزل منها سلاسل حديد بيصير هو داخل هيدي السلاسل كلها سوا بتتحول إلى سجن. أوكي. خليل الكافر
لو ما حدا بيعرف لغة لا إنجليزي ولا عربي لا. لازم يشوف مشهدية درامية مبنية يفهم أن ماذا يحدث في هذه الثانية مثل ما بيحكي العظيم قسطنطين ستانيسلافسكي. هي أروع قصة إنسانية حلوة كتير فيها إذا بدك تحديدا رؤيتي بتحديد تعليم يسوع المسيح حقيقة مش أول مرة جوهر تعليم يسوع الإنسانية العالمية يلي هي أنا برأيي علمانية وليست دينية. دينية بمعنى أنه جبران مش ممكن يجره لطائفة معينة وما كتب عن طائفة معينة كتب حالات إنسانية كبيرة طائفة الفلسفة طائفة الفكر طائفة وهي طائفة الشعر والأدب ولكن والرسم. لبس خليل الكافر هو صحيحة هو راهب هو هذا الكاهن ولكن ما بيدل أبدا على حقيقة ضيقة بالدين أبدا بعلميته لجبران من هالناحية بس فيها تعاليم الحقيقية على حقيقة اللغة الإنسانية ليسوع المسيح نعم. هذا الجفاء مع الشاشة الدرامية اليوم طلال الدرجاني خليني أقول يقابله بالجهة الثانية أنك طلعت خرجت ممثلين وقفوا ببدايتهم على مسرحك يعني أنا حضرت مسرحية الرغيف لتوفيق يوسف عواد بطرابلس كانوا اللي عم بيلعبوا الأدوار هني نجوم من نجوم الشاشة اليوم يعني كارول الحاج يعني بديع بوشقرة إيه؟ كمان يعني اللي عمل دور زينة دارين حمزة دارين حمزة 100% هودي تلاميذك كمان طلابك شوف أستاذ روبير نحن عنا مشكلة بالجامعات بلبنان بالجامعة ما عنا منهج أعداد ممثل لليوم ما في منهج والجامعة ماشي الجامعات ككل يعني بدون منهج يعني مثل ما شو الغرابي وأنت اللي بتعمل أعداد ممثل على مسرحك ما بتقدر تعمل أعداد ممثل بالمنهج؟ بلا أنا أكيدة نرجع ليعقوب نعم. يعقوب الشدراوي وقتها تعب كتير ليحط المنهج نحن مش أصحاب مدارس بلبنان نحن علينا نشوف المدارس العالمية يعني في مدرستين بالأساس بالإخراج بروتول دبريخت أو ستانيسلافسكي مع نعم. مير خولد يعني مثل ما بدك تقول نحن نجيب هالمدارس ونحاول نطبقها على تراثنا على أدبنا على لبناني يعني مش أكثر لا مش لبناني مش لبناني شو لكن هيدي مدرسة يعني مثل ما تقول اليوم في اكتشاف بالطب لعلاج مرض ما اكتشف نعم. بالهند عم بتعاطوا فيه كل لعلاج المرض بالعالم كله تتبنى بالضبط نعم. وهكذا أو بالهندسة أو ونحن بالمسرح بالفنون ما عم نقدر نطبق منهج أعداد أبداً. ممثل أبداً ولا بجامعة هون المشكلة الكبيرة لهيك نحن ماشيين قلت أنا بعدنا أحفاد وأحفاد اللي بعتبر المزورين مارون النقاش وأبو خليل قباني ويعقوب صنوع هزيت لهم صورتهم أنت كمان نعم يعني هزيت صورتهم هن الرواد بعيون كتار من الناس اللي تأثروا فيهم واللي ربيوا على هذه المقولة صحيح. من الرواد في آلاف المقالات أنت بتغير يعني الذهنية كلها سوا وبتتهمهم بالتزييف تزوير هن زوروا الأدب زوروا موليير زوروا راسين زوروا كورني زوروا الأدب الفرنسي أنا بدي خبرك خبرية مش خبرية قصة أنا كان عندي ندوة بباريس بالسوربون 3-3 أوكي ووقت كنت عم بحكي بهذا الموضوع طلعت امرأة فرنسية كانت عم بتحضر دكتوراه عن سعد الله والنوس وأنا كمان يعني شيء بيحكي سعد الله والنوس عن الأدباء بتمسك البلان تبع التاز وبتخزق قدام العالم وبتكبه انه طيب قالت لي نحن بدنا نرفع دعوة كيف زورونا موليير وراسين وكورني وفولتير وفيكتور هيغو تحت مفهوم الاقتباس واللبناني والتعريب حتى بتسميهم هيك ولا الانتحال بلبنان بينتحلوهم ربما هيدي سرقة هي سرقة تزوير هي قرصنة انت اسمك روبير فرنجي ما فيني سميك طلال درجاني انت من صغرتها ما فيني اعملك انا مش تعصب لصغرتها مش تعصب لروبير فرنجي بس انت هيك اسمك صحيح هيدي الهوية يعني ما في كاتب بيقبل يتزور تركه وخده فؤاد كنعان العظيم وقت اللي سألوه مرة انه قديش كان طلال درجاني امين لألك قال لي اكتر ما بتتصوره انا علي اخذ الكاتب وابني رؤيتي الفنية انطلق يعني الحدث يدور هلأ بمتحف يوسف بيك كرم صحيح ما فيني اقول هلأ نحن قاعدين على بمتحف فخر الدين
ما بنحب خلدي بالضبط 100%. يعني ما فيني زور هيك عملوا ما يسمى يعني عم سهل لك يعني بهالرواد بهالرواد زوروا كل الادب العالمي وتحديدا بدايتهم مارون النقاش اللي هن مارون النقاش ابو خليل قباني بسوريا يعقوب صنوع ومحمد عثمان جلال بمصر. من هم الرواد؟ نعم اذا هن الرواد اللي زيفوا من طيب اوكي اذا هن الرواد النسخه التايوانيه يعني نعم. من الاصليين؟ نعم. من هم من الرواد الحقيقيين؟ الرواد الرائد الحقيقي كل من ياتي بجديد على الشاشه او الخشبه، كل من ياتي حلو. بجديد حلو هذا التصنيف والجديد ممكن يكون بحركه واحده برؤيه واحده جديده نعم. مش معموله قبل ومسروقه ومركبه، وتكون هذه الرؤيه هيدي جديد هي مجال للبحث نعم. عند الباحثين تيأتي وقت اللي اجى قال لي الارض تدور وتدور وتدور اكتشف شيء جديد صحيح. هذا الاكتشاف الجديد هو الرائد، اول رجل طلع على الفضاء جاجارين نعم. اعتبروه الرائد لانه اول ما نزل نعم. على الفضاء هذا هو الجديد بس ما فيني اعتبر يعني انا بدي اقول لك شغله صديقي استاذ روبرت، اذا نحن بلقائنا هلا ما بنطلع بجديد ما عملنا شيء، لقاء ممل وفي رتابه صحيح بالضبط. طلع بهالشاشه فهد ابراهيم اللي هو خليل الكافر ودي لك رساله صوتيه، يعني رساله بالصوره الصوتيه، خلينا نشوف اول شيء شو عم بيقول. بس حدا بده يحكي عن طلال درجاني مستحيل يقدر يحكي عن كل النواحي اللي فيه، لانه اللي ما بيعرفه بيشلوه، اللي ما بيعرف طلال من جوا مشواره طويل. اول ما تعرفت عليه كان على اساس بده ياني بعمل مسرحي، وطلعنا للصدف جيران وطلع عنا معارف كتار مشتركين. هلا هاي كانت البداية، وبس دخلنا بالعمق بعمق النفسية والشخصية تبع كل حدا منا متنت أكثر الخبرية. يعني صار فيه مش بس صداقة ولا بس رفقة ولا بس تناغم، صارت الأمور أعمق من هيك بكتير، ودخلنا بالعيلة وصرنا أصحاب مع كل أفراد العيلة كل حدا منا، وصار في مشوار. العنوان الرئيسي هو إنه ما فينا نضل هيك بس منعرف بعضنا من بعيد لبعيد. لما وقتي ما سمح لي اشتغل معه بلاطس البنطي انتقلنا لمرحلة جديدة، وخاصة من بعد ما انا حضرتها لبلاطس البنطي. ببلاطس شفت شغل جديد على المسرح، شغل مسكني من جوا، مسكني وترك بصمي عندي، بالإضافة لأنه ترك تطلع لقدام. نحن وعم ندردش جبنا سيرة جبران خليل جبران وخليل الكافر، القصة اللي مسرحها بروفيسور طلال بطريقة إن شاء الله هيك نقدر نطل فيه على الجمهور بكل العالم، لأن نحن أبدا ما فكرنا أنه نكون بس على صعيد محلي. هاي الأعمال لازم توصل لكل العالم. بعدنا لهلأ كل يوم منتواصل مع بعض، بعدنا كل يوم اللي هو شوي أكثر من جيران وأكثر من صداقة وأكثر
منشغل مع بعضنا، اللي هو فيه هيدا التمازج والتناغم الفكري والتطلع الفني، انه نقدر نعمل شغلة كتير مميزة، شغلة يمكن بعد ما انعملت لهلا بتهيألي هيك، بس شغلة الناس رح تلمسها مع الوقت. طلال درجاني مكسب لإلي، مكسب لأي حدا بحب المسرح، بحب العمق، بحب الفكر. طلال درجاني مكسب لأي إنسان بحب الطبيعة، لأنه كمان لقينا حالنا متواصلين مع الطبيعة. ما بدي أحكي عنه كتير لأنه رح تطلع شهادتي مجروحة. رح تشوفونا مع بعض بإذن الله، وإن شاء الله بوقت قريب، بعمل رح يترك بصمته على دفاتر الزمن. روبير، بدي أشكرك أنك تركت لي مجال أحكي هودي الكلمتين عن طلال. بدي أشكر طلال أنه بالأول فكر فيه لحتى رجعنا دخلنا ومكملين بإذن الله، وانتظرونا بشيء مميز جدا. شكرا لكم. فادي إبراهيم عم بيقول أنه هو ولد من جديد على مسرح طلال الدرجاني كممثل مسرحي، أما بالصداقة فحكي يعني عن صداقة تاريخية وصداقة يعني مخضرمة بيناتكم، وتخمرت خمرت الجلسات والقعدات، وعن قربه الشخصي لألك. شادي اليوم يعني بسيفيتك أنت اللي عندك جوائز ودروع بعد ما بلشنا يا أستاذ، وحياتك بعد ما بلشنا تعتبر حالك بعدك؟ أكيد وحياتك، لأنه الأبحاث هذا الشيء بيحفز، الأبحاث ما بتوقف عند حد معين، وأنا بحب البحث كتير. نعم. أنا بعتبر إذا أي عمل فني بشكل عام، سينما، مسرح، تلفزيون، رسم، موسيقى، ما بتكون باحث ما قادر تعمل شيء. بس بدي أقول بالأعمالك شكلت مادة بحثية لدراسات أكاديمية عالمية، قدم عدد الباحثين بمجالات مختلفة من فنون المسرح، وفي قدامنا اليوم يعني هالإصدارين. بدي أقول هذا بكم بلد صار موجود هذا المؤلف، هذه الدراسة البحثية موجود بعدة جامعات عربية. هذا أول شيء خليني أقول، هذا الدكتورة ماريا كريستي باخوس كانت تلميذتي. كانت تلميذتك؟ رافقتني بكتير أعمال من وقت اللي كانت، يعني لعبت بفؤاد كنعان، لعبت ببوشكن عمل كتير بحبه، بنت السيد الفلاحة. نعم. وكانت مساعدة معي بدستايفسكي حلم رجل مضحك. نعم. العمل يلي هو، وعملت بالأساس دكتوراه عني. نعم. بجامعة الروح القدس الكاثوليك، وبعدين هي قررت تنشر هالكتابين. هالكتابين الحقيقة هني صاروا مرجع بجامعات عربية عديدة، عشان ما نفوت بالتسميات، وموجودين بمكاتب عالمية بإيطاليا، بإيطاليا بالجامعة الكاثوليكية، موجودين باليونالكو بأهم مركز أبحاث بالعالم على الإطلاق، موجودين بتراس شفتشينك، موجودين بجامعات كتيرة. وهو الأهم، كتار من الدكاترة الجامعيين والأكاديميين تبنوهن وعم بيعلموا وعم بيدرسوا فيهن. وهلأ يعني مفروض يكون متفقين على عمل مع الممثل الرائع التونسي خالد بوزايد. هذا الممثل عالمي مش ايه، وصديق عزيز، تحية كبيرة لخالد. أنا بقول إنه العالمي من جذور تونسية، لأنه هالقد صار اسمه معروف. ايه خالد صحيح، يلي شغل ب 18 دولة. نعم. ويعني أنا بقول حنقوم بعمل مشترك يلي متبنى هيدي الكتب وعم بينشرها، عم بيعممها، عم بيعممها. نعم. 18 عمل مسرحي أو عنوان بالجوارير تنتظر الفرج، إذا مش أكتر أستاذ روبير، إذا مش أكتر للأسف. لفت. إذا مش أكتر، يعني بشكل عام إنه نقعد نكتب، شو بدك تعمل؟ تشيله بالضب مع الأسف.
وماذا هل هي رهن منتج يعني او تمويل او ما شابه؟ انا ما بحط المشكله بالتمويل ابدا صراحه. ابدا التمويل انا ما بعتبره عائق. الشيء اللي بيشتغله انا بنزل على الزباله بجيب منها وبحط سينوغرافيا وبركبها. هاي الموقد اللي حكيتك عنها بجبران او تنقول السينوغرافيا تبع مي الزياده الرائعه اللي بحبها هي كنايه عن شرائط مصل بنجيبها بباريس ما بتكلف 100 دولار و200 وبعمل منها اللي بده ينعمل منها. بتحس طلال درجاني اخر لما بيكون هو الكاتب والسينوغرافيا والمخرج ثلاثه ثلاثي مع بعضهم ولا هني واحد؟ واحد هني واحد ما بيتجزأوا هني واحد. لما انا وقت بتاخذ الكاتب بس بشوف من رؤية أخراجية يعني أعداد النص من رؤية أخراجية، السينوغرافيا من الرؤية الأخراجية، المخرج من المدرسة الأكاديمية الأخراجية بمفاهيم فن الأخراج، تختار موسيقى للرؤية الأخراجية للفعل للحدث، يعني كله بدك تجره بالعرض إلى الرؤية الأخراجية. لما اشتغلت نص مارون عبود يعني مارون عبود اللي الفصحى تبعه مثل نهر رشعين هالقد مي هالقد قريبه لعاميتنا للعاميه كثير بتحسها قريبه من الناس وبتوصل حتى نحن بنتاثر وقت بنحكي بحواراتنا التلفزيونيه. انا مره سالوني كيف قدرت يعني هربت من اللكنه الزغرتوي اللي هي سريانيه قلت لهم بس تروحوا على عاميه يعني مارون عبود القريبه من الفصحى او الفصحى القريبه من العاميه تتجنبوا كثير من اللكنات المناطقية. ما خلتك أو ما حرضتك لتشتغل أكثر على أعمال أخرى غير عين كفاء لمارون عبود اللي مارون عبود تحية كبيرة لأله كثير وأنا بعتبره أستاذي وأستاذ كبير. ومارون عبود بدي بعد تحية كبيرة اللي اشتغلنا عمل أول عمل أنا اشتغلته بإذاعة صوت الشعب كان في أنطوان كرباش كان في فيليب عقي كان في عليا نمري هالأسماء الحلوة هيك هي اللي اشتغلنا مارون عبود بإذاعي مسرحي إذا مسرحي. بدك وكنا ندير التمارين مع هالمجموعة كأننا عم نشتغل على الخشبة مش بإذاعة وأنت أستاذ بالإذاعة وبتعرف كيف كنا نحن نشتغل تمارين العمل مارون عبود كأنه مسرح. هي هذه الإذاعة عملت نوع من المسرح الإذاعي اللي كان مع زياد الرحباني بالعقل زي صحيح. صحيح. أو اللي كان بتجاربك أنت قدرت تركت مجال العمل من 106 شخصيات من أدب مارون عبود يلي هني عملت أنا بخمس ست شخصيات وأوجدنا شخصية مارون عبود اللي لعبها الرائع العظيم أنطوان كرباج صديق قلبي حبيب قلبي أنطوان وتربطك علاقة بعائلته أكيد علاقة متينية جدا علاقة عائلية جدا أنا وعائلته وولاده وأنطوان صديق عزيز وأنطوان شرب من مية رشعين وإجا على رشعين زارك مرارا وبيحب المنطقة كتير يعني وبيحب أهدن بيحب أهدن صحيح. وفي خبرية خبرتنيها مهضومي لأنه نحن على شاشة محلية مناطقية هي صغارتها تشانل وأدعيك تحضر مسرحية يوسف بيك كرمي لعب بطولتها طبعا يعني مثل ما يبدو عندك علاقه متينه تمتنت مع الايام بفادي ابراهيم هيك علاقتك بانطوان كرباج خلينا صديقين نرد على فادي ابراهيم لانه فادي صديق عزيز واذا ما برد عليه بلغتي بيزعل فادي خليني رد عليه بلغه مخرج وممثل 100% تقدر فادي انسان رائع طيني مميزه كانسان رائع مميز وانا كان عندي شيء قلت له يا لفادي رغبتي اني اعجنه من جديد وهي العجينه شوفي بالاول فادي انه ما حدا عجنك فادي صح وما قدروا طلعوا من عالمك الداخلي حقيقتك الانسانيه والفنيه واكد انه اللغه الاكاديميه مع الناس يلي صار مثل فادي مش جامعي مش اكاديمي انه كيف ممكن نطبقها هالشي مختبر استاذ روبير ولذة المختبر فادي حاببها حابب ينعجن فادي حابب يقول هو صرح صراحة قال من هلأ ورايح بدي بلش الشغل من خليل كافر وطالع صرحها بالاعلام وانا اللي بيسعدني بالمنطق الرائع عند فادي بتواضعه الجميل انه عارف حقيقة فلسفة خليل الكافر وفلسفة الرؤية الإخراجية وأبعادها
نعم وأبعادها المسرحية وأبعادها المسرحية وعارف التركيبة أنه هو كان بشغف كبير إلى أنه يروي غليله بالدرجة الأولى كممثل. صحيح. هاي ثروة كبيرة وقناعة كبيرة بنفس الوقت عند الإنسان الممثل. إذا ما كان بهيدا الطبع أنا بعتبر ما في ممثل. ببيلاطس البونطي ما بدنا نحكي عن الكرباج أو خلاص؟ لا بنحكي عن الكرباج. أي ببيلاطس صحيح 100% صحيح صحيح. يعني نروح عن أنطوان كرباج من هذه البوابة رائع الكبيرة. رائع صحيح صحيح. يعني هذه الأمي المسرحية فعلا بهالمسرحية. وقديش كان أنطوان بس تستضيفه أنطوان كرباج يحكي بشغف وبثقافة يعني مقتنع مش بس عم بيأدي دور على الطريقة الببغائية مثل ما مش كتير ممثلين كان مقتنع بالدور. يعني مثل ما قلت أنت أنه بخليل الكافر جبران علماني منه طائفة. أيه. كمان كان عندك اجتهادات ورسالة ببيلاطس البونتي مع عبر أنطوان كرباج بهالشخصية. أستاذ روبير أنا كنت حابب حقق ما بحب أقول حلم واقع كبير مع أنطوان كرباج الرائع الصديق بشخصية بيلاطس البنطي. بيلاطس البنطي عمل من رواية اعتبرت بالقرن الماضي لميخيل بولغاكوف من أهم 10 روايات بالعالم على الإطلاق ومن أصعب الروايات. كنت شايف فيها وبلشت أنا وأنطوان بتمنى له الشفاء العاجل ونحن كمان مضبوط بلشت أنا وأنطوان وقري بيلاطس وكان سعيد جدا أنطوان كنا نلعب هالرؤية الجديدة ببيلاطس البنطي. كانت ثلاث شخصيات بيلاطس البنطي متى القديس متى والمسيح. البحث اللي أنا بحبه كتير إنه كل العالم تعرف محاكمة يسوع شو ما نقولها الجلجلة والصلب و أنا كله هيدا عملته بطريقة فنية. كان يسوع المسيح على الخشبي ما بيحكي ولا كلمة نهائيا وكان هو راعبه لبيلاطس البنطي من صمته. هذا الصمت الداخلي كان راعبه يحكي ويسكت المسيح يقوم بأفعال حركة ميزانسان على الخشبة وهو مرعوب. بيلاطس ما يعرف هو بمأزق كبير بزاوية كبيرة ويدور مثل المجنون على الخشبة بيلاطس والمسيح ساكت يتطلع ما يحكي شيء يبتسم ما يحكي شيء ينصلب ما يحكي شيء ينجلد ما يحكي شيء. كان رعبه وهو على الصليب جن جنونه الكبير ما كان له إلا كلبه بيلاطس. تصور بولغاكوف عامل مشهد مع الكلب تبعه بيلاطس البنطي ما دلله إلا الكلب وقالت له مرته لبيلاطس حلمت حلم هذا الإنسان بريء يسوع المسيح ما تصلبه. كان البحث جديد بتقليد كمان أنطوان كرباج كيف كل العالم تعرفه بصوته حتى صوته كنت مغير. أنطوان كرباج بربر أنطوان كرباج مع الأخوين الرحباني يعني أبو بلي يعني بيترا كان مختلف تماما. يعني وقت اللي بدك تشوف يعني كيف العرش تبع بيلاطس بالسينوغرافيا بكسره وبتحول الى جلجلي ومن ثم بتحول الى صليب بفجاه. نعم بس أنطوان كرباج دعيك يعني خارج مسرحك اخذك على مسرحه يعني عزمك على مسرحيه السباك كرم بالايفوار بسن الفير وقال لك تعال شوف اولاد منطقتك كيف بيتفاعلوا معي اولاد صغارته. شو صار يوم هذاك؟ الحقيقه أنا مقتنع بشخصية يوسف بيك كرم ما في جدال عليها لا معي ولا مع غيري. ولكن كان في تساؤلات أنا والكرباج على تركيبة النص و بعض الفولكلوريات. نعم بعض الفولكلوريات صحيح صحيح. نعم. صحيح. وكنت مقتنع أنا بنص كتير حكي فيه أنا ويعقوب الشدراوي اللي كان مفروض يعقوب يعمل النص ومات وما تحقق مات وما تحقق حلمه صحيح. مهم كان أنطوان تيقنعني روح على العرض. قال لي ما بعد العرض عندي مشروع أنا وياك نقعد بدي أعرفك على ناس ولازم يتعرفوا على بعضكم. رحت على العرض أنا تفاجأت أنه هونيك في طبل مش واحد ما بعرف طبول طبول تقرع تقرع في
كمان نفخ آلات النفخ. ايه في شراويل، في دبكة، في عرس. نعم. في فولكلور. فولكلور حقيقي. صغارتها زحفت. يعني احد الناس صغارتها قال لي كان ممكن اثنين يحتلوا صغارتها بوقت عروض يوسف كانت بكرم. كانت تصوفر لكل الناس عم تحضر. كان فاضي احد اصدقائي هون. نعم. انه كان ممكن احتلال صغارتها بشخص واحد. شخص واحد. لانه كل العالم بمسرحية يوسف بكرم. يوسف بكرم. حلو كتير. تعبير مظبوط. ايه حلو كتير. مسرحي. ايه مسرحي صحيح. ايه مظبوط. بقى نحن الحلو جوا ما عاد في طبل بالمسرح يعني. نعم. سكتوا. في احترام للكبار. صار في احترام وصار في همهمات صغرتوية اذا بدك. نعم. على الصراعات اللي عم بتمشي صحيح. فيها وخلص العرض وبلشوا الطريقة الصغرتوية بتحية لأنطوان كرباج. على الطريقة الصغرتوية رجع. نعم. بلش من جديد الطبل بقلب المسرح. الأغاني تتا. كان بوقتا عرض المسرحية على أيام الرئيس الهراوي وكانت مدامته منى الهراوي سيد الأولى. سيد الأولى عم تحضر العرض. تعرف طلعت تتهني للرائع أنطوان كرباج على الخشبة. أنطوان من احترامه لإلها يعني انحنى وأخذ لإيدها بده يبوس إيدها وولعت القاعة. يوسف بيك ما بيبوس. يوسف بيك ما بيبوس. وشوي يعني أنا صراحة حسيت أنه في شيء سلاح بالقاعة يعني أنه هيك صوت شيء بتخرطش شيء بينعمل في شيء ضاق ما بعرف. نعم. شو هيدا يعني. نعم. حتى الحرام المخرج والممثل أنطوان نعيمي خبرني اللي كان عم بيلعب دور أجنبي واللي بيدوره بيخون يوسف بيك كرم قال لي هو طالع عن العرض بتقرب لقله مرة مسنة صغرتوية بتقول له أنت منك من راسكي فصغرتا قال لها مبلا قالت له روح دمك مودر. على كل يعني بالوقت القليل المتبقي بهذا الحوار يا ريت وبيطول أكثر وبركي بلقاءات تاني رح نشوف يعني ثلاث مسرحيات بهالفيلم القصير.
هل من كلام هل من تعقيب بدك تقول شيء؟ بدي أقول فؤاد كنعان عظيم كتير، كاتب لبناني مش معطي حقه أبدا، هو عالمي مغمور ما إيه يعني مع الأسف دوستويفسكي أستاذ كل الأدباء اللي قبله واللي بعده بعتبر حتى أستاذ اللي قبله دوستويفسكي مدرسة كبيرة، وبيلاطس البنطي مهما عمل ومهما عمل أعمال عن المسيح بعده جديد وبحيد الجديد جديد. وهيدا الكلاسيك المعاصر يلي ما بيموت. نعم، يعني اشتغلت مع مخرجين عالميين كتار، يعني طلال درجاني، هذا التعامل مع أسماء لامعة بالإخراج العالمي تضيف، يعني بتعلم منك بتعلموا منك، يعني في هالتبادل الثقافي أو التبادل الكفاءات والخبرات، شو بتزيد على مسيرتك المضيئة في الإخراج المسرحي؟ أستاذ روبير، أنا بتواضع كل ما بقرأ النص مرة لو كنت بعرفه منيح بتزيد لك تجربة ورؤية جديدة. امبارح مش مثل اليوم. عند ستانيسلافسكي، عند ستانيسلافسكي بيقول بوظائف إعداد الممثل: ماذا أفعل بها في هذه الثانية؟ بعد دقيقة ثانية هذه عملت شيء، هلا بعد دقيقة عم نعمل شيء ثاني. صحيح. هذه الثانية هي العظيمة، ماذا أفعل في هذه الثانية؟ فإذا التجارب لحدل، المختبرات لحدل، سقيفي لحدل، بالديالكتيك كما هو الديالكتيك عند دكتورة باخوس بين ميرخولد وستانيسلافسكي، يلي هدول مدرستين متناقضتين أنا جمعتهم بعرض واحد، وكانت النتيجة هي هذه العروض. لأن صعب تسمع تجمع تناقضات. هاي من جديد بتواضع اللي عملته عالميا، جامع مدرستين متناقضتين تماما بعرض واحد، بعرض واحد كتير صعب. مثل ما قال يعقوب الشدراوي انك انت يعني حامل هالمفتاح بعده، برأيك رح تشهد انت لحدا حامل مفتاح؟ دكتورة باخوس هي باحثة ممتازة، ممتازة باحثة واستاذة وجامعية ومخرجة مميزة. مميزة جدا جدا جدا. ما أنا اللي قلت صراحة، لأنه أعمالي اللي موجودة بمكتبات العالم هيدا كتبة هي اللي عم تحكي عنها. كيف بدك تختم هالحوار اللي أنا عك فيه روبير فرنجية، مناطقيا وجغرافيا وفنيا؟ حقيقة أنا سعيد فيه كتير صراحة. خليلي إياك. وبس قلت لي روبير فرنجية أنت شاهد، صحيح. قلت لك أنا موافق من دون ما أسأل ولا كلمة عن الزمان والمكان. أبدا أبدا أبدا، صحيح. أبدا أبدا أبدا, أبداً. قلت لك هاي منطقتي وبحبها. وهي المنطقة بتبادلك زيت الحب، نرجع للبداية. بتحبني بلا بلا، بتحبني بتحبني بتحبني. يمكن ناقصت تعرف كيف تترجم هذا الحب. أكيد بتحبني المنطقة. مزبوط. أكيد في شعور عالم داخلي. نحن عم نحكي كفريق البرنامج، يعني اليوم زاد الإعجاب بشغلك، وكل ما يعني قرينا عنك وحولك وقرينا أبحاثك، كل ما بنقول خي نحن من منطقة طلال الدرجاني. أنا من هاي المنطقة اللي فخور فيها، وصدقاً أنا بعزم كل أصدقائي، كل أصدقائي بالعالم بيجوا على المنطقة لهون. ومرة كنت عازم الرائع أنطوان كرباج، ما بيشبع من خبرياته، على مطعم برشعين، واعتبرت هو دفع لأنه قال لي واصل. وقت سألت صاحب المطعم ليش، قال لي إجر الكرباج دعست بهذا المطعم، نحن بدنا ندفع. شوف شو هالكلام، فخور في منطقتي أنا، هذا أبو منطقتي قال هالكلام، أبو منطقة صغرتها. هون بدي استطرد شغلي صغيرة لقلك. بإحدى المرات كنا عم نتغدى نحن وأنطوان كرباج بمطعم عضفاف نبع جوعية إهدن. نعم. لما فات صاروا يزقفوا له الناس بالمطعم. أكيد صاروا يزقفوا له الناس. دمع. أي أكيد، يعني دمع، تأثر كثير باللي شافه. أكيد أكيد. بقى أنا اللي عم بقوله أستاذ روبير، كل أصحابي من لبنان وخارج لبنان، عم تلاحظ شو؟ أنا بدي بعد تحية لجهات سعد صديق الرائع الممثل، صديقك كمان، صديقي الشخصي. أوكي. ليش عم تقاطع؟ جهاد الممثل السوري العربي اللي لعب دور كمان والد جبران. صحيح. جبران الملك السائر. ضعف وجبران. وبس بدي زكزك جهاد بكون بالمنطقة فوق، ببعت له صور أنا بمنطقة إهدن وبمنطقة جبران. هو شو بيقلنا؟ بيقلنا الدراكيش بتشبه إهدن وبشري.
المنطقه اللي صوروا فيها المسلسل، بقول له مثل ادم ما حدا صحيح صحيح. منيح اللي صديقك بتعرفه للاستاذ جهاد. بقى كل هدول هدول واكثر ما بدنا نسمي. نعم. انا سعيد اني بعزمهم على منطقتي، انا فخور. هيدا محبه حلوه الكلمه هي، انا فخور ونحن فخورين فيك. شكرا لك على قدومك اليوم، على مشاركتك بحلقه من حلقات صغارتا امبارح بكره عبر صغارتا تشانل. بلتقي مع الاصدقاء المشاهدين الاسبوع المقبل بالحلقه المقبله، ضيفي الفنان جوني فنيانوس. صغرت الفرحة صغرت السكرة، مجدك ذهب مشهور، انت مبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول. صغرت الفرحة صغرت السكرة، مجدك ذهب مشهور، انت مبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول. حدودك من هالعالم ابعد، رح نبقى العمر سوي ما بين الابيض والاسود، مع روبير فرنجي.